تنصحكم انكم تخدموا ب سيلاندرو كيراس اللي تكون شي حاجه مزيانه، حاولوا ما تزرفوش فحالي كما تزرفت انايا، راني تزرفت ولهذا القوت هنايا حاولت نتقاسم معكم بعض المعلومات قلت لك على حسب التجربه ديالي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. واش هاد السيلندر هذا واش بصح 110 الدورة ديالو هنايا واش 110 او لا اكثر، وهذا واش بصح 125 او لا اكثر او لا اقل. هنا تيكون هاد لابارتي الفوقانية تتكون قصيرة والبيستون تيكون قصير فيه 3.5 سنتيمتر 3.5 سنتيمتر. هنا غنعبروه بالبيكوليس، هانتوما غنعبروه بالبيكوليس تتكون فيه 3.3 واحد جوج 3.2 سنتيمتر. وبالنسبة للدورة ديالو هنا الخوت 4.9 اونص الخوت. هذا بالنسبة للبيستون ديالو، قلت بالنسبة للبيستون ديالو صغير. بالنسبة للبيستون الخوت الومنيوم راه تيتنفخ من بعد الروداج، داكشي علاش تيقول لك حاول ما تفوتش السرعة اللي كاينة في الروداج هي 50 وقل، حيت هذا تيسخن و تيولي شاعل بالعافية و تيولي حمر جمرة، ولهذا إلا جريتي به بزاف يقدر يعوج ويخسر ليه الميكانيزم ديالو ويتجرح. اليوم تيطبخ غدا تيتنفخ غدا تيتنفخ حتى تيولي تقريبا جمرة تيولي هند تيولي مزيان. غير هما الناس اللي هما محترفين شي شوية تيبدلو ليه البيستون، هاد البيستون هذا تيبدلوه وتيديرو بيستون واحد اخر، تيديرو بيستون واحد اخر الخوت اللي يقدر يكون اما ناكاتا اما تقريبا الويش. ودائما حاولوا تاخدوه بلا، لان البلا باش يلا تيجي مع الكيلاس مزيان. ها نتوما هاد الكيلاس هذا هنا غيبان لكم، ها هو هاد الفتحه ديال الكيلاس، ها هي بالنسبه لهاد السونديس هو تيمشي وتيجي تيبقى لي سباس. اذا ما عمرو فاش تيكون بلا ما عمرو تيقيس هنايا، دائما تيبقى بعيد بواحد نص مليمتر، لان بالنسبه للكيلاس بالنسبه للسيلندر بكثره الاحتراق وقد داك ليسونس اللي تيكون فيه والزيت اللي تيهز منه بعض المرات الا ما كانش العبوار ديالو مقاد مصاوب لي سوباب ديالو مزيانين، تيعمر هنا بالكالكير هو اللي تيخلي الكومبريسيون تولي مزيانه فيه. ايوا الكالكير تيولي بحال الحديد تيولي طرف منه، وفاش تيكون بحال الحديد وعلى بزاف وكان ما قلت لك ما بقاتش بالعبار وكان هاد الفتحه ديال الكيلاس ما فيهاش هاد الخرقه هادي ما فيهاش هاد الحفره هادي، تيولي تيقيس هنا وتيبدا يدير واحد الاصوات غريبه اللي تتسمى التسرسير وتبقى يدير لكم صداع. ومن بعد تيولي الفيبرو كان تيعوج وتيولي يلعب وسط الماكينه وتتخسر لكم حتى لاشين اللي تدوز هنايا، تتخسروا بزاف الحوايج معاها. ولهذا دائما بيستون يكون بلا بالنسبه لهذا. وكاين بيستونات اللي هما مقبين تيداروا قدك في داك الكيلاس اللي تيكون محفر على هذا، قلت هذا سيلندر حديد، هذا هو سيلندر حديد الخوت. بالنسبه قبل ما نوصلوا نقول لكم شنو كاين بالنسبه للسيلندر الومنيوم، مزيان في جوج حوايج من الناس اللي تيكونوا وسط المدينه ان الموتور تيسخن اللي تيبقى يتوقفوا بزاف وسط المدينه فحال الناس ديال ليفريزون، يستحسن انهم يخدموا بسيلندر الومنيوم لان الموتور تيبرد بالزربه وتيبقى دائما محافظ على اللياقه ديالو تيبقى مزيان صحيح. وانما الناس ديال السفر غالبيه منهم تيخدموا بسيلندر حديد، سيلندر حديد ما حدو تيسخن وما حدو تيتجمع. وبالنسبه للسيلندر الومنيوم شحال ما جرى بزاف وهو تيتنفخ، اذا تيولي فيه الفج هنا ما تبقاش فيه كومبريسيون تيولي فاشل بالسفر.
هنا نوريكم هنا بالنسبه للسيلندر تيكون ثقيل ديال الحديد، الالومنيوم راه تيكون خفيف بزاف. هذا سيلندر جويبي وفيه الكيلاس، فيه البيستون ديالو حتى هو راه جويبي. هانتوما كيما تشوف هذا سيلندر قصير، هاد السيلندر هذا الطول ديالو، هاد السيلندر هذا الخوت راه تيديروه الناس اللي عندهم في بروكان لي كورس ديال كبارين، والبيره ديالو ما طويله ما قصيره اللي هي 110 حره تيديروها، وكيلاس تيكون 110 تيديروا هاد السيلندر هذا باش تولي فيه كومبريسيون كثر. تيقولوا بان هذا 125 باش نعرفوه 125 الخوت غنعرفوه. ها هي الجوي بي هنا سيلندر قصير، هنا غنعبروها الخوت هذا فيه ستونز، فيه ستونز الخوت 6 سنتيمتر 11. بالنسبه للسيلندر الالومنيوم اللي هو ديال باكروش، فيه 6.7 مليمتر، 6.6 مليمتر، 6.6 مليمتر وشي شويه وجزء من المئة. إذن هذا وهذا نفس العبارة، غيبقى عندنا اختلاف الخوت فاش غيبقى عندنا اختلاف واش هاد السيلندر هذا واش بصح 110 الدورة ديالو هنايا واش 110 أو لكتر، وهذا واش بصح 125 أو لكتر أو لقل. هذا سيلندر جوي بي الخوت، العلو ديالو هنايا راه عالي على هذا، عالي مقارنة بهذا. هانتوما يبان لكم الفرق، يقدر ما يبانش بالعين المجردة، وإنما غنحاولو معاه هنا بالبي كوليس ياك. هذا فيه 3.3، 1 2 فيه 3.2 سمعتها الخوت 3.2. هذا فيه 3.5، 3.5 غادي تشد من هاد البلاصة هادي اللي هي بلا، باش ما يقولش واحد راه زيتيه من البلاصة العالية. 3.5، إذن هذا قصير على هذا بجوج مليمتر، جوج مليمتر تدير الإختلاف. دابا غنعبرو العرض ديالو، العرض ديال الجوي بي 125 5.1، 5.1 هذا 110 فيه 5 لاصقة، يعني هاد هاد البيستون هذا الا دخلناه وسط هذا غيدخل ساهل. شيه صوندي شحال الفرق بيناتهم؟ مليمتر واحد. شو مليمتر من هاد الدوره كامله؟ شو شحال دير؟ شو شحال تدير ديال الفرق؟ مليمتر واحد. وهاد مليمتر واحد هنا يقدر ما غيدخلش هنا كاع، وانما راه جا في الفم ديالو محطوط، غير هو ما دخلش هذاك المليمتر ما دخلش. يعني الخوت هنا اللي بغيت نقول لكم هو ان هذا شحال فيه هنايا العبار، التساؤلات ديالكم كامله غنجاوب عليها بهادشي. هذا فيه 5 هنا فحال البيستون فحال السيلندر، السيلندر فيه 5 ياك لاصقة بيستون ديالهم الخوت،
فيه 4.9 فيه 4.9 أونص، 4.9 أونص، 4.9 أونص. وهنا في السيلندر فيه 5 الخوت، قلت لك يعني داك قلت لك داك المليمتر ما يقش الميحي، غير هو يستحسن ان دير فيه 5 سنتيمتر باش يلا يعطيك مزيان في الكومبريسيون في الدفيع مزيان. سيلندر جوي بي 5.1 ياك، 5.1 والبيستون ديالو 5.1. إذن هذا سيلندر متين مزيان، 5.1 على 5.1 باش يلا جا هكا مجوستي مزيان مخير، جوي بي ناضي، عبار ديرو ناضي. بالنسبة للروش بيستون ديرو ضعيف على هاد البلاصة هادي، غيب 4 ملم مع السواقم ديالو غيجي مزيان باش ما يتجرحش. فهاد الجعبه هادي الجعبه راه ماشي هي اللي فحال اللي كاين هنايا، هادي بوحدها وهادي بوحدها. قلت لك ديك الماتيير باش مصاوب هاد البلاصه هادي ماشي هي الماتيير باش مصاوبين هاد الجناح هادو، هادو غير ديال التبريد. وبالنسبه لديك الالومنيوم راه تيجر البرد، تيبرد داك الموتور. هادو هما النقاط اللي بغيت نتكلم معكم عليهم باش تعرفوا شنو كاين. بالنسبه لهذا راه تنعتبرو انا ماشي 110، تنعتبرو 120 اولا 123، هذا 125 راه كما شفتوا هنايا. ها نتوما هنايا غادي نديو ليه غير العبار ديالو باش تعرفوا شنو هو. هذا 5.1 بالنسبه لهذا البيستون، بالنسبه لهذا السيلندر هذا الخوت. وبالنسبه لهذا السيلندر هذا اللي هو ديال الروش خمسة، فرق بيناتهم مليمتر واحد. فرق ما بين هذا جويبي ديال الحديد 125 مع 110 اللي هو تيقولوا عليه الناس 110 ديال الروش، فرق بيناتهم مليمتر واحد. انا علاش قلت لكم وريتكم هذا الشيء اللي كاين هنا؟ حيت الدراري قالوا لي شكي شي ناس اللي تنعرفهم قدامي بريباراو، خداو الماكينه هكا من عند كليان هكا من عند الفورنيسور، خداوها هكا ولصقوا في هذا البيستون هذا اللي هو 110. وهنايا راه كما تشوفوا تيلعب، الفرق بيناتهم ها انت شوف شحال ديال الفرق ياك، كاين الفرق كبير. وهنايا ثاني كذلك راه تيدخل بحال هكا نيت، كاين شي شويه ديال الفرق، تيعطي مزيان ماشي ما تيعطيش. الدراري كنقول لكم بجد قلت لك بهذا البيستون هذا وسط هذا السيلندر هذا اللي هو روش اوريجين تيوصلوا به 115 116 فاش تيوصل 5000 ولا 4000 كيلومتر ديال الروداج، تيولي الموطور مزيان ماشي ما مزيانش. وانما يستحسن انكم ديروا ليه شي بيستون بلا ما يكونش مقبب، الا كان مقبب راه تيقيس. وتحياتي لكم الخوت، وتبارك الله عليكم، ونتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. تحياتي وتبارك الله عليكم.